بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، إن محاولة الولايات المتحدة أن تضع أمام هذا المجلس مظاهرات قامت في إيران من بعض مواطنيها بسبب بعض الشكاوى الشرعية، بعضها زاد من حدته سلوك الولايات المتحدة في حد ذاتها عند تقصيرها في التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، يعتبر انتهاكاً لسلطتها كعضو دائم وانتهاكا لمجلس الأمن في حد ذاته. ومن المؤسف أنه بالرغم من مقاومة بعض أعضاء هذا المجلس سمح المجلس لنفسه أن ينتهك من قبل الإدارة الأمريكية الحالية بعقده اجتماع بشأن مسألة تقع خارج نطاق ولايته، مما يضع مؤشرا واضحا على فشل هذا المجلس في تبوء مسؤولياته الحقيقية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. يقلل من شأن مجلس الأمن أن يأخذ في نظره مسألة داخلية بحتة، بينما لا يحرك ساكنا عندما يأتي إلى المسائل الحقيقية التي يجب أن ينظر فيها، مثل استمرار الاحتلال الذي ترزح تحته الأراضي الفلسطينية و قصف اليمن بشكل عشوائي خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى فقدان أرواح كثيرة من البشر وأتى بالجوع والمرض والدمار للشعب اليمني. قائمة الأحداث التي فشل المجلس في معالجتها كلها تعزى إلى النهج المعوق الذي تقوم به الولايات المتحدة عبر وفدها، وتستمر هذه القائمة دون نهاية. سيدي الرئيس، الأمر مجرد محاولة يائسة من قبل إدارة الولايات المتحدة تحاول بها أن تهرب إلى الأمام بعد أن فقدت كل سلطة أخلاقية وسياسية وقانونية ومصداقية أمام العالم كله. هذه الأعمال التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تقوض القانون الدولي وتعبر عن عدم احترام للممارسات المتمدنة التي تقوم عليها السياسات الدولية. هناك تاريخ طويل من تنمر الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ولكن هذا مجرد مثال أخرق جديد، تدخل صارخ في شؤون داخلية لدولة. ولقد قامت الحكومة الإيرانية بالتعامل مع هذه التظاهرات باحترام كامل لحقوق المتظاهرين ومحاولة التعامل معها بشكل سلمي، بالرغم من بعض العناصر التي تسللت وقامت بأعمال عنف تشجعها قوى خارجية، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أود أن أغفل لهؤلاء الذين ربما لا يتذكرون التاريخ الطويل للولايات المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهو نهج مستمر خلال عملية الديمقراطية في إيران، ويمكن أن يعود إلى الانقلاب الذي حاولت الولايات المتحدة أن ترتبه ضد الحكومة الديمقراطية المنتخبة لرئيس الوزراء الإيراني في 1953، وأعمال عدائية تكثفت بعد ذلك عندما قام الإيرانيون بعزل الدكتاتور الذي كان يحكمهم. ومنذ ذلك التاريخ بدأت الولايات المتحدة في دعم كل أعمال الانقلاب العسكري وأعمال العداءات التي تقوم بها في إيران، ودعمت دون شرط صدام حسين خلال حرب مدمرة طالت 8 عوام ضد الإيرانيين، بما في ذلك عبر توفير الأسلحة الكيميائية إليه، حتى التواصل المباشر في المواجهة العسكرية مع إيران دفاعا عن صدام. أشير كذلك إلى 290 روحا بريئة والتي وقعت ضحية بما فيها 66 من الأطفال على رحلة القوات رحلة الطيران الإيراني رقم 655 والتي أسقطت في يوليو 1988 من قبل البحرية الأمريكية فوق الخليج الفارسي.
بل وأنهم منحوا وساما لتشريف القائد الذي أعطى أمر الإطلاق على هذه الطائرة المدنية. الرئيس ترامب ربما ولع بحقيقة أنه لم تقم مظاهرات ضده خلال الأشهر الماضية في منطقتنا، وربما هو لا يعلم أن في الدول الديمقراطية تقوم أحيانا تظاهرات، وإيران ليست مستثناء من ذلك. وفي بلادنا فإن قوات الأمن، سواء الدرك أو الشرطة أو الحرس الوطني وما إلى ذلك، يشتركون دائما لضمان أن تكون المظاهرات سلمية، وإيران ليست استثناء عن ذلك. ولكن وبينما تتهم الولايات المتحدة إيران بقمع المتظاهرين، لا يمكن إلا أن ندهش للنفاق الذي نراه عندما تتعامل الولايات المتحدة مع متظاهري احتلال وول ستريت، أوكيباي وول ستريت، والذين قامت قوات الشرطة الأمريكية بسحبهم في الشوارع والتعامل معهم بكل عنف. وكذلك عندما تدخل الحرس الوطني الأمريكي وقتل متظاهرين من الطلاب في جامعة كنت ستيت، أو عندما نرى مشاهدا من الاجتماع الوطني الديمقراطي في شيكاغو 1968 والذي قامت الشرطة بقمعه كذلك. ومؤخرا يمكن أن نذهب إلى عام 1992 في لوس أنجلوس عندما اندلعت مظاهرات بعد مقتل رودني كينغ من قبل عناصر الشرطة في الولايات المتحدة، وقتل فيها عدد من الأمريكيين الأفريقيين على يد قوات إنفاذ القانون. وخلال أحداث كاليفورنيا كذلك قام الجيش بالتدخل وقتل عدد قدره 63 شخصا، بينما جرح 2383. ولا نتذكر أن مجلس الأمن في ذلك الوقت نادى بنقاش هذا الموضوع، ولم يكن هناك نقاش في مجلس الأمن كذلك في 1993 عندما هاجمت قوات الاف بي اي المكتب الفيدرالي الامريكي على ويكو في تكساس، وقتل في ذلك الحدث 83 من الرجال والنساء والاطفال، اغلبهم كان من الضحايا الابرياء الذين لم يقترفوا جرما. السيدة هيلي ربما كانت مشغولة باولويات اخرى في وقت حدوث تلك الاحداث، ولم تعرف مدى انعدام العدالة في كل هذه الأحداث التي حدثت في الولايات المتحدة. ولكن ليس فقط الولايات المتحدة التي تتمتع بسجل طويل في التعامل مع التظاهرات. في 2005 في فرنسا، وزير الداخلية حينئذ نيكولا ساركوزي قال أنه لن يتسامح على الإطلاق، وأعلن سياسة للا تسامح مع المتظاهرين الذين انتشروا في ضواحي باريس والمدن الفرنسية الكبرى الأخرى، وأشار إلى المتظاهرين ومعظمهم من المهاجرين الفقراء كرعاع، واعتقل حينها حوالي 3000 منهم، وتسببت هذه الأحداث في عدة وفيات. وبعد ذلك في 2017 كان هناك اغتصاب لشاب فرنسي من أصول إفريقية، مما أطلق تظاهرات كثيرة. ولا نتذكر حينها أن مجلس الأمن طلب نقاشا بشأن هذه المسائل. وفي 2011 في المملكة المتحدة قامت وزيرة الداخلية تريسا ماي بالإدانة بشكل قاطع العنف الذي انتشر في التظاهرات التي اجتاحت بلادها، وقالت أن ذلك يعد استهتارا بالأمن العام وبالممتلكات، وأن ذلك لن يتم السماح به على الإطلاق. وقام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتحذير المتظاهرين، وقال لهم إنهم إن لم يلتزموا بسلطة القانون فإنهم سيواجهون العقاب على هذه الجرائم. وخلال عدة أيام تم اعتقال 3100 شخص.
وفي تجاهل لكل الأحكام القانونية، وجهت تهم بالإخلال بالأمن لشخصين شجع التظاهرات على موقع فيسبوك الإلكتروني، ولا أتذكر أي بلد لم تكن فيه تظاهرات، وخاصة في الديمقراطيات المتمدنة، وذلك لم يكن أبدا موضوعا للنقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سيدي الرئيس، هناك دلائل جازمة على أن العنف في إيران تقوم به فقط حفنة من المتظاهرين، وفي بعض الحالات أدى إلى وفاة عناصر من الشرطة وقوات الأمن، ويبدو واضحا جدا أن ذلك يتم توجيهه من الخارج، والعناصر العنيفة التي ظهرت بداية من يوم الجمعة في تظاهرات الأسبوع الماضي. وفي هذه النقطة فإن أصابع العناصر الماثلة خارج إيران بما في ذلك مؤججي للعنف موجودين في الولايات المتحدة وفي أوروبا، بدأت هذه العناصر أن تظهر محرضة على العنف ومشجعة المتظاهرين أن يستخدموا الكوكتيل مولوتوف وأن يستحوذوا على مخازن الذخيرة وأن يقوموا بانتفاضة مسلحة، ومن هؤلاء مقيم في الولايات المتحدة قام على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر بقتل 120 عنصرا من عناصر قوات الأمن، مهددا أنهم يجب أن يقتلوا عائلاتهم كذلك، ومصرحا أنه يجب أن يتم مهاجمة المساجد الحكومية وأقسام الشرطة. يبدو كذلك واضحا أن هناك اعتراض على إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيليجرام وبعض القنوات الأخرى التي تحرض على العنف، ولكن أقول لكم أن هناك شخص مسجل خطر له سجل جنائي، قام بالاستيلاء على سيارة من سيارات المطافئ ودهس بها سائقا وطفلا صغيرا عمره 12 عاما، وهناك من اشترك كذلك في مهاجمة المحلات والاستيلاء على ما بها وكذلك مهاجمة البنوك. هناك أعمال لانتهاك القانون والتشجيع على الفوضى، والرئيس ترامب وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين انضموا إلى داعش وحلفائها في المنطقة للتحريض بشكل مفتوح والتشجيع على العنف. والسخرية هنا هي أن الدولة التي يمثل رئيسها والتي يحث رئيسها على العنف والدمار في إيران، والتي لممثلتها في الأمم المتحدة تاريخ طويل في التعليقات العنيفة والمعادية لبلادي، هم الذين نادوا بنقاش ما يحدث في إيران أمام مجلس الأمن. إيران ستبدأ أو يجب أن تنادي بالنقاش والتحقيق في كيف تمكنت العناصر الأجنبية بإفلات تام من العقاب بتشجيع ودعم العنف والتظاهرات في دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة. على سبيل المثال يجب أن نناقش لماذا فشلت الولايات المتحدة بالرغم من الطلبات الرسمية المتكررة في التوقف عن التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين الأبرياء على إقليمها هي، ولماذا تقوم بعض الدول الأوروبية بتوفير الملاذات الأمنة للإرهابيين الذين يحرضون على العنف وعلى التظاهرات المسلحة، ونحن نتحدث حتى في هذه اللحظة. لماذا يسمح لمواقع التواصل الاجتماعي التي تعزز وتشجع بل وتعلم كيفية استخدام
كوكتيل المولوتوف والمواد الأخرى المتفجرة ضد الشعوب وقتل أفرادها. لماذا يسمح لهذه المواقع أن تستمر؟ هذه مجرد إضاعة وقت. يجب أن لا نستغل وقت المجلس في مناقشتها، بل يجب أن نتعامل مع الأمور الحقيقية التي أمامنا. حرية تداول المعلومات أتت ومعها عدد كبير من الأخبار الكاذبة والحروب الإعلامية، وهذه التهديدات تواجهنا جميعا كأمم حرة وذات سيادة. ولذلك قام الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا بالإشادة بالجهود الرامية لزيادة الشفافية وفي ملكية المواقع الإلكترونية والتمويل الأجنبي الذي تناله تلك المواقع. وأعلن أنه ضد أي محاولات لاستخدام القنوات التلفزيونية في التسبب في انعدام الاستقرار في بعض المجتمعات وفي الدول الأجنبية، وأن لا تستخدم هذه القنوات في الدعاية والبروباغاندا. هذه الإجراءات نحتاجها ليس فقط لمكافحة الأخبار الكاذبة وتدخل في الانتخابات، ولكن نحتاجها كذلك لمكافحة الإرهاب بما في ذلك داعش. وفي هذا الكفاح سادة الأعضاء والزملاء، لن تكون نتيجته صفر، فإننا إنما سنكسبه معا أو نخسره معا. أشكر ممثل جمهورية إيران الإسلامية على بيانه.